السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما، والحمد لله على ذلك. خلينا الحكاية ديالنا لما سأل الوزير السلطان وقال له: يا مولاي، لو حول كل منا نفسه إلى بجعة فما قولك؟ فأجاب السلطان: هذا رأي جميل، ولكن يجب أن نتذكر جيدا كيف يرجع كل منا إلى صورته الأولى. فقال الوزير: ما على الواحد منا إلا أن يتجه إلى جهة الشرق وينحني 3 مرات ويقول في كل مرة: متبور. وعلينا أن نحذر الضحك حتى تعود سلطانا كما كنت، وأعود رئيسا للوزراء كما كنت. وإذا نسينا هذه الكلمة أو ضحكنا فقد فقدنا أنفسنا، وضعنا وضاعت حياتنا. وفي أثناء الكلام رأى السلطان بجعة تطير في الفضاء ثم تهبط إلى الأرض وتدور حوله، فأعجب بها كثيرا وتمنى أن يكون مثلها. وفي الحال أخرج علبة النشوق من جيبه وأخذ قليلا منها وتنشق به، ثم أعطى المنصور العلبة ففعل كما فعل السلطان وقال كل منهما: متبور. ففي الحال تغيرت صورتهما، وتغيرت ساق الإنسان إلى ساقين رفيعتين حمراوين كساقي البجع، وتحولت اليدان إلى جناحين والقدمان إلى قدمي بجع، وصارت رقبة كل منهما طويلة كرقبة البجع، واختفق دقان كل منهما، وتغطى الجسم بريش أبيض نظيف كريش البجع. وهكذا صار كل منهما بجع، فاستغرب كل الاستغراب وعجب كل العجب. وأعجب السلطان بمنقار الوزير وقال له: إني ما رأيت شيئا كمنقارك طويل الجميل. فحرك رئيس الوزراء رقبته الطويلة وشكر للسلطان ملاحظته الرقيقة، ثم قال له: أرجو أن يسمح سيدي بأن أقول له إن عظمة السلطان وهو بجع أجمل منه وهو سلطان. واقتربت البجعتان الجديدتان وهما السلطان والوزير من البجعتين الأصليتين ليسمع لغة البجع. فسمع البجع الكبيرة تقول لزميلتها الصغيرة: صباح الخير أيتها السيدة ذات الساقين الطويلتين. صباح الخير يا صاحبة المنقار الطويل، لماذا خرجت مبكرة جدا هذا الصباح؟ لقد خرجت مبكرة في الصباح وجئت إلى هذه الحديقة لأتمرن على الرقص، لأني سأرقص اليوم أمام ضيوف أبي. هل تسمحين أن أقدم لك قطعة من فخذ الضفدع؟ ألف شكر يا سيدتي، ألف شكر، إني لا أجد رغبة في الطعام هذا الصباح. وأخذت البجعة الصغيرة تتحرك وترقص بخطوات جميلة منظمة، وكانت تمرن نفسها على الرقص برجل واحدة أولا، ثم على الرقص برجلين ثانيا، وتنشر جناحيها إلى أعلى مرة وإلى أسفل مرة أخرى. ونظر السلطان والوزير إلى البجعة وهي تتمرن مدة طويلة، وقد عجب كل العجب، وأخذا يضحكان. وفجأة
تذكر رئيس الوزراء النصيحة المكتوبة على الشريط، وهي الحذر من الضحك، وأظهر للسلطان خوفه من أن يبقى بجع طول المدة الباقية من حياته، وحاول كل منهما أن يتذكر الكلمة التي يجب قولها حتى يرجع إلى صورتهم الأولى، فلم تحضر هذه الكلمة إلى ذاكرتهما، وقال: يجب أن نتجه جهة الشرق وننحني 3 مرات ونقول مو مو مو. اتجه السلطان ورئيس الوزراء نحو الشرق وانحنيا حتى مس الأرض بمنقاريهما، وحاول تذكر الكلمة السحرية، فلم يستطيع أحد منهما أن يذكرها. لقد نسيها السلطان ونسيها رئيس الوزراء، فصار كل منهما يردد مو مو مو، ولم يستطيع تكملتها، وبقي السلطان ورئيس الوزراء بجعتين لأنهما لم يتمكنا من النطق بالكلمة السحرية حتى يرجع إلى صورتهما الأولى. أخذ السلطان ووزيره يسيران حزينين تائهين في الحدائق والحقول، ولم يستطيع الوصول إلى وسيلة يرجعان بها إلى أصلهما، وقد فكر في الرجوع إلى بغداد، ولكن ما الفائدة من رجوعهما ومن في بغداد يصدق أن السلطان أصبح بجعة، ومن يصدق أن تلك البجعة كانت سلطانا في يوم من الأيام؟ وعلى فرض أن أهل بغداد صدقوا هذا القول، فهل يرضون أن تحكمهم بجعة؟ وامتلأ قلب السلطان المسحور ووزيره المسحور بالهم والحزن، ولم يجدا شيئا يخفف عنهما ألمهما إلا الطيران في سماء بغداد ورؤية ما يحدث فيها. وفي أثناء طيرانهما في الأيام الثلاثة الأولى، رأيا علامات الانزعاج والاضطراب في شوارع بغداد، وفي اليوم الرابع هبط إلى سطح القصر فرأيا احتفالا عظيما يمر أمامه، وسمع قرع الطبول وزمر المزامير، ورأيا رجلا يلبس رداء قرمزيا مطرزا بالذهب، ويركب حصانا وحوله كثير من الضباط والحرس وكثير من العبيد والخدم، وقد ازدحمت الشوارع بغداد، وصار الناس وراءه يصيحون بصوت حزين: يحيى ميرزا سلطان بغداد. فنظرت كل بجعة إلى الأخرى وهما على سطح القصر، وسأل السلطان وزيره: هل تسمع ما يهتفون به؟ وهل يمكنك أن تفهم الآن لماذا سحرني تاجر الجواهر واللآلئ؟ إنهم ينادون بميرزا سلطانا عليهم، وميرزا هذا هو ابن عدو الساحر الكبير قشنور، الذي كان يفكر دائما في الانتقام مني، واستطاع فعلا أن ينتقم، فوضع هذا المسحوق السحري في العلبة وأرسله إلي مع ذلك الجاسوس الذي حضر إلى القصر، وادعى أنه تاجر وقد انتصر علينا بحسن حيلته، وانتقم منا بسحره ومهارته، وسأصبر على قضاء الله ولكن لن أيأس، وأنا واثق أني سأنتصر في النهاية على هذا العدو الشرير إن شاء الله. ثم فكر السلطان المسحور في الحج وزيارة قبر الرسول حتى ينقذه الله من محل به، فقال لرئيس وزرائه:
تعال معي أيها الصديق الوفي لنطير ونزور قبر الرسول ونتبرك به حتى يبطل هذا السحر ونرجع كما كنا ونعود إلى صورتنا الأولى. ونشر أجنحتهما وترك سطح القصر في بغداد وطار في الجو. وفي أثناء الطيران شعر رئيس الوزراء بالتعب فتنهد وقال: سيدي السلطان، لقد تعبت ولا أستطيع أن أستمر في الطيران، وقد قربت الشمس أن تغرب، فيحسن بنا أن نبحث عن مكان نقضي فيه ليلتنا. فاستحسن السلطان هذا الرأي، وأخذ كل منهما ينظر إلى الوادي الذي تحتهما للبحث عن مكان ينامان فيه. فوجدا بالقرب منهما قصرا خربا، فعزم على قضاء الليل فيه، واتجه نحوه وطار حتى وصل إليه، فرأياه قصرا مهدما فيه أعمدة أثرية جميلة، حجرات كثيرة تدل على أنه كان قصرا بديعا فيما مضى من الأيام. فأخذ السلطان ورفيقه يبحثان عن مكان يستريحان فيه ويمكثان فيه ليلتهما. وفجأة وقف المنصور وظهرت عليه علامات الخوف، فسأله السلطان: ما بالك يا منصور؟ فأجاب المنصور: إني أشعر بشيء غريب في هذا المكان، وأسمع صوت إنسان يتأوه ويتألم. وقف السلطان وسكت سكوتا تام، فسمع إنسانا يبكي بصوت ضعيف، وأراد أن يجري نحو مصدر الصوت والبكاء ليبحث عن من يبكي، فأمسكه المنصور بمنقاره ورجاه ألا يعرض نفسه لخطر أشد من الخطر الذي لحقهما. ولكن السلطان كان جريئا شجاعا رقيق الشعور، يتألم لآلام غيره ويحزن لحزنه ويشاركه في همومه، فاندفع مسرعا نحو ممر مظلم في هذا القصر الخرب. استمر السلطان في سيره والمنصور وراءه حتى رأى السلطان بابا، فنظر منه وأصغى، فسمع صوت فتاة تتأوه وتبكي بكاء محزنا، فدفع الباب بمنقاره ففتحه، فرأى حجرة خربة يدخلها قليل من الضوء، من نافذة صغيرة بها قضبان حديدية، ووجد بالحجرة شيئا غريبا يدعو إلى العجب والاستغراب. وجد بومة تبكي بكاء الفتاة، والدموع تتساقط من عينيها الواسعتين، وحينما رأت البومة البجعتين انقطع بكاؤها ومسحت دموعها، وتبدل حزنها وبكاؤها إلى فرح وسرور، وعرفت أنهما السلطان المسحور ورئيس الوزراء المسحور. وقد عجب كل العجب حينما أخذت البومة تكلمهما بلغة عربية صحيحة قائلة: أهلا وسهلا ومرحبا بكما، إنكما علامة من علامات نجاتي، فقد قيل لي من قبل ستكون نجاتي وإنقاذ حياتي على يدي بجعة من البجع. ولما أفاق السلطان من عجبه واستغرابه تقدم نحو البومة وأمال رقبته إليها وقال لها: أيتها البومة، إني أفهم من كلامك أن سوء الحظ قد أصابك كما أصابنا، وكنا نحب أن نفك أسرك وننقذ حياتك، ولكن وأسفاه، فليس باستطاعتنا اليوم أن نفعل شيئا لخلاصك. ولو عرفت قصتنا وما حدث لنا لفهمت أن من الخطأ أن تأمل النجاة والحرية على أيدينا. ورجت البومة السلطان أن يقص عليها
قصته ويذكر لها ما حدث له، فأخبرها السلطان بما جرى له ولرئيس وزرائه، وقص عليها الحيلة التي احتال بها عدوه ميرزا لينتقم منه ويتولى الحكم من بعده. فتألمت البومة لما حدث لهما، ثم قالت: أرجو أن تسمع يا سيدي قصتي، فقد أصابني سوء الحظ كما أصابكما، فإنني ابنة ملك بلاد الفرس، وليس لأبي ابنة أخرى غيري، وإن الساحر قشنور الذي احتال عليكما وسحركما هو أيضا الذي سحرني، وكان سببا في سوء حظي، فقد حضر ذات يوم وأراد أن يخطبني من أبي لأكون زوجة لابنه ميرزا، فرفض أبي وتصرع في طرده وأمر برميه تحت السلم، فانتقم مني شر انتقام، لأنه بعد عدة أسابيع تستر في صورة عبد واندس بين عبيد القصر، ووضع لي دواء سحريا في الشراب، فلما شربته تغيرت صورتي في الحال إلى هذه الصورة البشعة التي تراها أمامك الآن، فخفت خوفا شديدا ووقعت مغمى علي من شدة ما أصابني. وفي أثناء إغمائي نقلني الساحر الملعون من القصر إلى هذا المكان الخرب، وهددني بصوته المزعج وقال لي: ستمكثين هنا منعزلة وحدك، وسيحتقرك كل من رآك حتى الوحوش، وستستمرين هنا طول حياتك حتى يحضر إليك من يقبلك زوجة له، وسيكون خلاصك على يد بجعة، وهذا جزاء أبيك الذي أمر بطردي وإلقائي تحت السلم. وبهذه الوسيلة انتقم من أبي، ولا ذنب لي.